شكراً سيد الرئيس، حضرات سيدات المستشارات، حضرات السادة المستشارين، سؤال سيد المستشار ينقسم إلى شقين. الشق الأول يتعلق بحصيلة صندوق تكافل العائلي وليس الاجتماعي، أما الشق الثاني فيتعلق بالتدابير التي ينبغي اتخاذها لتوسعة قاعدة الاستفادة من هذا الصندوق ليشمل أكبر عدد ممكن من الأمهات. أفيدكم بأنه وبخصوص الحصيلة، الآن حوالي 3 سنوات من تفعيل لقانون صندوق التكافل العائلي وليس 4 سنوات. الحصيلة ليست هي ما كنا جميعا حكومة وبرلمانا نرجو ونتمنى، ذلك أن التفعيل العملي لهذا القانون بدأ تقريبا مارس 2012 إلى غاية فاتح نوفمبر 2014، بمعنى سنتين وتسعة أشهر، تبين أن صندوق الإدعاء والتدبير عالج 4622 درهم، عفوا 4622 ملف. المبالغ التي صرفت هي 38 مليون و830 ألف درهم. هذا يعني أنه عندنا واحد المستوى ديال التفعيل اللي هو محدود جدا، لأن قانون المالية سواء سنة 2012 و13 و14 وحتى 2015 كيخصص 160 مليون درهم، في حين احنا في سنتين وتسعة أشهر يلاه عندنا يعني 38 مليون درهم. اشتغلنا على هذا الموضوع وانتهينا إلى أنه ينبغي معالجته من جوانب مختلفة، ماشي فقط المساطر بل نمشي الجوهر، والجوهر بالنسبة إلينا وما نفكر فيه هو أن نعتمد ليس فقط الأم المعوزة المطلقة، بل ينبغي أن يشمل الصندوق حاجات وحالات الأم المعوزة المهملة، وليس فقط أبناء المطلقة المعوزة بل أبناء المرأة التي تكون أيضا معوزة ومهملة. ثانيا الاستفادة خاصها تشمل ماشي فقط من تاريخ تقديم طلب إلى رئيس المحكمة بعد ما يتم يعني الامتناع، ينبغي أن يشمل المبالغ المحكوم بها. وبالطبع إذا تحدثتم عن بعض الإجراءات المصدرية التي ينبغي يعني تبسيطها، كاين بعضها، ولكن هذا هو الجوهر واللي غادي بالفعل يخلينا أمام صندوق يقوم بمهمة اجتماعية و أساسية. شكرا.